بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قد علمنا عندنا علمنا تشديد اللام، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. من رحم الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لا أهدي لك هدية، إلى آخره. هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب الذي عقده المصنف تحت ترجمة باب التشهد، يعني التشهد الذي يقال في الصلاة سواء في التشهد الأول أو التشهد الثاني، وسواء كان في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. والحديث الأول كان عن الجزء الأول هو التحيات، تحيات لله، وتكلمنا عنه بالأمس، وهذا في الشهادتين، أو هذا في الصلاة عن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ هذا يدل على أولا تقدير الصحابة ومن بعدهم التابعون وأهل العلم، تقديرهم للعلم وحرصهم عليه وتعظيمه في نفوسهم وعند الآخرين، وأنه هو خير ما يهدى. فأن تعلم أخاك أو أن تبصره بشيء من أحكام دينه أو مسائل الدين، هذا من أعظم ما يهدى. ولهذا قال: ألا أهدي لك هدية. فالهدايا ليست مقصورة على الأمور المالية والأمور المادية والأمور التي يعني يتهادها الناس عادة يفرحون بها من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو نحو ذلك أو مقتنى، وإنما من أعظم ما يهدى العلم. ولهذا ينبغي أن يحرص أولا أهل العلم على أن يعني يزرعوا في الناس أن هذا من خير ما يهدى، ثم يهدونه ويبذلونه للناس ويبصرونهم بأمور دينهم ويعلمونهم مسائل الشرع وأحكامه. هذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به أهل العلم. وكذلك ينبغي أن يحرص المسلم على دينه بحيث أنه أيضا يتبصر بدينه ويسأل أهل العلم يعني عما يحتاجه وعما يجهله.
وإلا لا شك أن السؤال هذا مطلوب، لكن الهدية مبادرة. السؤال أنت تحتاج فتسأل، لكن الإهداء هو من العالم يهدي على للمسلمين ولتلاميذه ولمن يحب هذه المسائل الدينية والأحكام الشرعية. فقال أنا أهدي لك هدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، علمنا بمعنى علمتنا أو علمنا الله، لا شك طبعا هم لم يعلموا من أنفسهم، ومثل هذه الأمور معلوم أنها ما تؤخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي يعلمنا ورسول الله هو الذي يعلمنا، فعلمنا بمعنى أنك علمتنا فعلمنا. والرواية كما قرأ الشيخ زكريا علمنا الله، لكن تراجع اللفظ. قد علمنا كيف نسلم عليك، وهي نقول السلام عليك والسلام على كم مرة معنا في أيضا في الحديث السابق، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مرة معنا في الجلسة الماضية. قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وأيضا هذا يدل على حرص الصحابة على العلم، وحرصهم على التفقه، وحرصهم على تلقي السنة من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يعلمهم كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قولوا، العلماء قالوا أن هذا في الأمر، وهذا يدل على أن هذا وعلى أن هذا من الواجبات. هذه هي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، هذه هي الصلاة الإبراهيمية، صيغتها كما هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ووردت في صيغ كثيرة، إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وجاء اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على آل إبراهيم بدون إبراهيم. إذن هي وردت بثلاث صيغ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وورنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد أيضا بنفس الصيغة، وفي بعضها في العالمين إنك حميد مجيد أيضا. وهذه كلها صيغ مشروعة، كلها صيغ مشروعة، وبأي منها أتى المصلي فإن تكفي، بل حتى قال بعض العلماء قال اللهم صل على محمد كفى للإتيان بالواجب، لكن الصيغة الأكمل هي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه هي الأكمل. فهذه هي الصلاة الإبراهيمية، ولاحظوا أنها يعني هذه هي صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حينما تتأملها ترى أننا لم نصلي مباشرة، وإنما طلبنا من الله أن نصلي، اللهم صلي، وهذا يدل على 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 عظم مقام ومنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكأننا يعني نحن لا نستطيع أن نؤدي الصلاة مباشرة على وجهها، وإنما
سألنا ربنا أن يصلي على نبينا، فنقول اللهم، فنحن دعاء منا وطلب منا من ربنا أن يصلي على نبينا. ولهذا صيغتها كما تلاحظون هي دعاء، اللهم صلي على محمد. والتي في الصلاة لا نقول سيدنا، لأن اللي ورد هكذا محمد اللهم صلي على محمد، أما خلص الصلاة فنقول سيدنا على محمد ونقول رأيه. لكن الصلاة نقتصر على ما ورد، لأن هذا هو الذي كعب بن عجلة يقول قد علمنا فكيف نصلي، فقال قولوا، ولم يقل قولوا على سيدنا محمد، وإن كان هو سيدنا لا شك وسيد بني آدم ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن في الصيغة الشرعية وفي مواطن العبادات يقتصر على ما ورد، يقتصر لزوم السنة على ما ورد. أما خارج الصلاة فلا مانع، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وهو نسأل الله أن يرزقنا شفاعته، هذا كله لا مانع، لكن في الصلاة نقتصر على ما ورد. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد. إذن نسأل الله أن يصلي عليه وأن يباركه ويبارك له ويبارك عليه. شيخ أسامة تيمية وتبعه ابن القيم وهموا، فقال شيخ أسامة أنه لم يرد الجمع بين اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنما الذي ورد إما إبراهيم وإما على آل إبراهيم، وهذا لا شك أنه وهم، وإلا في البخاري، هي في البخاري إبراهيم وعلى إبراهيم، لكن الكمال لله، وإلا إمام تيمية جليل وعالم، ولكنه وهم في هذه كما وهم ابن القيم فيما أشرنا في اللهم ربنا ولك الحمد، قال إن الواو إنه لم يرد اللهم مع الواو، بينما هو في البخاري أشرنا إذا في حينه في الكلام على تسبيحات الركوع. والكمال لله، وجل عالم إلا ومستدرك عليه. أيضا مما نبه إليه العلماء، وهذا من لطائف، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. قالوا الأصل أن المشبه يكون أقل من المشبه به. المشبه يعني تقول محمد أو تقول أحمد كعلي، مع معناته أن علي هو الأكمل، أحمد كعلي يعني علي هو الأصل، وأن غالبا المشبه يكون أقل، إما يساوي أو أقل. وهنا قال صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، أي كصلاتك على إبراهيم، فكأن إبراهيم أو كأن إبراهيم أفضل، مع معلوم أن نبينا هو أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومعلوم مقام إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم وأبو الأنبياء لا شك طبعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملته وحنيفيته وجهه الحنيفية لا شك مقامه معلوم، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. فالعلماء قالوا لا، أن المراد هنا كما صليت على إبراهيم وعلى أن 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 مجموع الصلاة الحاصلة هي أكثر وأفضل، وأشار إلى هذا الشارح بكلام طويل شئت ترجع إليه، وأشار إلى وذكر وجوها كثيرة في توجيه أن الصلاة أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل، وأن الصلاة أيضا على نبينا تكون أكثر وأكثر مضاعفة من الصلاة على إبراهيم عليه السلام. وعلى كل حال هذا من باب الفقه، وإلا الأصل أن لا نفاضل بين الأنبياء تفضيلا يؤدي إلى أن ننتقص منهم، معاذ الله، وإلا الله فضل بين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا شك متفاضلون، لكن الرسول قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفاضلوا
يعني تفضيلا يؤدي الى انتقاص، ومعاذ الله ان ننتقص نبيا او لن، فهم مقاماتهم محفوظ عليهم جميعا وبلغوا رسالات ربهم. لكن الاحيان هذا نتكلم من باب الفقه، من باب الفقه والمسائل التي اثارها اهل العلم. ثم ايضا الصلاه الابراهيميه في الصلاه اختلف في حكمها، فالشافعي واحمد قالوا هي واجب بل هي ركن، وخاصة في التشهد الأخير. في التشهد الأول قالوا أنها واجبة، وفي التشهد الأخير ركن. وإذا قلنا ركن بمعنى أن من لم يأتي بها تبطل صلاته، من لم يأتي بها تبطل صلاته. والجمهور على أنها سنة، على أنها سنة ليست واجبة، وإنما الواجب الجلوس. وقد التحيات أيضا أشرنا إلى أيضا هل هي واجبة أو لا، والتشهد، لكن ما زاد عن ذلك فهو سنة. وسيأتي أيضا الأدعيات الأخرى مثل أعوذ بالله من جهنم إلى آخره، هذه كلها تقام في التشهد الأخير، وأدعية وليتخير من المسألة ما شاء، هذه كلها من السنن، هذه كلها من السنن وليست من الواجبات. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يتركها. ولكن الحمد لله المسلمون كلهم يصلون، كلهم في صلواتهم يصلون، لكن الكلام هنا عن الحكم من حيث لو الإنسان لم يصلي هل تبطل صلاته أو لا، هل تبطل صلاته أو لا. فالذين قالوا بأن ركن أن تبطل، وقالوا أنها واجبة هذه قد يكون إما يسجد السهو وإما يقول أنه فيها نقص، لكنه لا يعيد الصلاة. ولكن على كل حال يعني مهما كان ينبغي أن لا يترك أبدا، أن لا يتعمد تركها أو يتساهل فيها. فاللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد، وبارك على محمد. هي دعاء بالصلاة ودعاء بالبركة. وقوله إنك حميد مجيد، حميد فعيل، إما من حامد أو من محمود، وكلاهما من أعظم الصفات، ومجيد أيضا ماجد. وقالوا إن حميد ومجيد هي أجمع الصفات، هي أجمع الصفات في تعظيم الله عز وجل، هي أجمع حميد مجيد، وأن الصفات كلها ترجع إليها. وفعيل مجيد معناها صيغة مبالغة، وحميد فعيل صيغة مبالغة أيضا من صيغ من كثرة المحامد أو كثرة ما يحمد ربنا سبحانه وتعالى ومقامه مقام الحمد. والمجيد أيضا المجد هو الشرف، لكن كما قلنا هي يعني حميد ومجيد من أجمع الصفات، أو ترجع إليها صفاته الله كلها. والبركة تكلمنا عنها طبعا، وبارك تكلمنا في الجلسة الماضية عن البركة، وأنها هي النماء والزيادة، وأنها يعني خير وفضل يضعه الله عز وجل فيما يشاء وفي من يشاء، يضعه إما في الطعام، يضعه في الذرية، يضعه في المال، يضعه في المركوب، ويضعه في الزوجة وفي الزوج يبارك. فالبركة هذه خير ونماء وفضل يضعه الله عز وجل في من يستحقه وفي من هو أهله، ولا سيما إذا يعني كان العبد على درجة من الإيمان ومن اليقين ومن الفضل ومن حسن التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه. هذه غالبا هذه هي من جالبات البركة، جالبات البركة الإيمان والإخلاص والصدق وحسن التعلق والثقة بالله عز وجل وحسن الظن به، هذه كلها مما تجلب البركة. نعم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يدعو في صلاته، في صلاته. يدعو في صلاته عندك؟ يدعو في صلاته. صلاته؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. نعم، هذا أيضا مما يقال في التشهد، يقال في التشهد وقال في التشهد الأخير. التشهد الأخير، لأن التشهد الأول يقتصر فيه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على السلام التحيات، على التحيات، حتى الصلاة على النبي تكون في التشهد الأخير. وإن تنبيها في التشهد الأول فلا مانع، فلا مانع، لكنها الصلاة على الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الأخير، سواء كانت صلاة ثنائية أو كانت ثلاثية أو رباعية، يكون في التشهد الأخير. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، إلى آخره. إذن هذا أيضا من الذكر الذي يقال في التشهد الأخير، وهو أيضا وينبغي ألا يتركه المسلم من شهد فيه، لأنه يعني من 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 أعظم ما ينبغي أن يستحضره المسلم في حياته، وهو الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخره. عذاب القبر أهل السنة والجماعة يؤمنون به، لأن هناك من ينكره، هناك من، لكن الصحيح أنه يعني يكاد يكون متواتر أن الإيمان بعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة. والحديث في هذا كثيرة جدا. وأما من القرآن فاستدلوا بقول عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. دل هذا العذاب قبل أن تقوم الساعة، وهذا هو البرزخ. طبعا معلوم أن الإنسان إذا مات ما بين موته وقيام الساعة يسمى البرزخ، ما بين الموت إلى قيام الساعة يسمى البرزخ أو الحياة البرزخية. وهذه هي اللي فيها أيضا عذاب القبر ونعيمه. وأيضا استدل بقول عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، أما السنة فثابتة، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن الميت إما أن يعذب وإما أن ينعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحوال حينما مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير إلى آخره. فعذاب القبر حق، وهو مما يعني من عقائد أهل السنة والجماعة أو معتقد أهل السنة والجماعة. فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. طبعا العوذ بمعنى اللجوء، وتستعيذ بالله وتلجأ إليه أن يقيك وأن يدفع عنك عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا عذاب النار سواء في القبر أو في الآخرة صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دام عطف فيكون غالبا عذاب النار، نار الآخرة. ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة، الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفتنة تكون بالخير وتكون بالشر. كل ما صدك عن الحق وعن الخير وعن الدين وعن الصلاح فهو فتنة، كل ما صدك، وهذا خذوها ضابط، كل ما صدك عن الخير وصدك عن العمل الصالح وصدك عن ما ينفعك فهو فتنة.
سواء من نفسك أو من مالك أو من زوجك أو من أي شيء أو من مال. فما صدك فهو فتنة. قال إنما أزواجكم وإنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طبعا فتنة بمعنى سواء فتنة يجلب لك الأذى أو فتنة لأنك أحببتهم حبا شديدا بحيث أنه يعني حبك هذا حبك أعماك عن أن تنظر في مصالحك. فأحيانا الفتنة قد تكون في الحب وقد تكون في البغض وتكون في الخير وتكون في الشر. فقال عز وجل إنما أموالكم ولكم فتنة ليس معنى أنها لا بد تكون أذى، لا، قد تكون تحب زوجتك حبا شديدا بحيث أنها تظل أنت بسبب هذا الحب الشديد. فالفتنة كل ما صدك عن الخير وعن الحق وعن ما فيه مصلحتك ونفعك فهو من الفتنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، يتفقد نفسه حينما يهبه الله ما يهبه من المال أو من الأبناء والبنين والبنات والزوجات والخير الكثير والسعة. فالرزق هذا خير ونعمة، لكن ينبغي أن ينتبه لا أن يصده عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصلاح وعن الخير. فإذا صدك أو أشغلك صار فتنة. فإذا أشغلك عن 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 صلاح دينك ودنياك فهذا فتنة. ومن فتنة المحيا يعني الحياة، أن تستعيذ بالله من أن تفتن في حياتك وأن يأتيك ما يفتنك من مال أو من زوجة أو من علم أو من جاه أو من مكان أو من مقام أو من رفقة أو من الفتن كثيرة. بمعنى تستعيذ بالله من أي شيء يفتنك في الحياة. المحيا يعني في حال حياتك، تستعيذ بالله مما يفتنك في حال حياتك. والممات أيضا تستعيذ من فتنة الممات بعد الموت إذا مت. وقد يكون الممات قبل الممات يعني فتنة القبر، فتنة الامتحان، يعني الإنسان يمتحن في القبر، الإنسان يمتحن وهي فتنة القبر عن دينه وعن نبيه. فهذه من وعن ربه ويسأل الثلاث، من ربك ما دينك ما من نبيك. فهذه أيضا من الفتنة يعني. فإذا يسر الله عليه وألهمه الجواب الصحيح فالحمد لله، وإلا فهذا من الفتنة. ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح تضبط بالمسيح فعيل. المسيح يقال للدجال ويقال لعيسى بن مريم عليه السلام، لكن إذا قيل المسيح فقط غالبا هو عيسى عليه السلام، وإذا كان الدجال لابد أن يضاف إليه المسيح الدجال. وقيل إن المسيح عيسى عليه السلام بالتخفيف، وأن الدجال المسيح بالتشديد، ولا يظهر هذا، إنما كله بالمسيح. إما مسيح لأنه يمسح الأرض ويغطيها، وعيسى مسيح لأنه يمسح على المريض ويشفى ويمسح على ويحيي الموتى. فمسيح لأنه يمسح على المريض وعلى الأعمى فيبصر وعلى المريض فيشفى فسمي مسيح. والدجال سمي مسيح إما لأن عينه ممسوحة أو لأنه يغطي الأرض يمسح الأرض يمشي الأرض كلها سمي مسيح. والدجال لا شك فتنته عظيمة، مسيح الدجال فتنته عظيمة. وحذر والنبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وقال وأنا وحذركم الدجال. قال فإن جاء وأنا فيكم أنا حجيجه، أنا أكفيكم. يعني حتى يقول الصحابة أنه كان يحذرنا وكأنه وراء الجبل، يعني كان قريب من شدة التحذير وقربه، حتى قال إنه إن جاء وأنا فيكم أنا حجيجه، يعني أنا أكفيكم. وإن جاء
جاء ولس معكم فكل حجيج نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتنة عظيمة الدجال، يعني لأن الله يعطيه بعض الأشياء الفتن، يعني يضرب يضرب شقه نصفين ثم يعود ويأمر فيعود كما كان، ويأمر السماء تمطر والأرض فتنبت، نسأل الله السلامة. والخريبة يأمرها فتخرج كنوزها، فتنة عجيبة. ولهذا يقول إذا من 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 يعني ظهر الدجال في عصره فليبتعد عنه، لأن فتنة عظيمة. ولا يقول لا أنا مؤمن وأنا قوي، ولا يقول لا أن يبتعد وحتى بعض المعاصرين جزاهم الله خيرا من الوعاظ والدعاء، يعني حينما يرى كيف الناس تفتتن بالمخترعات والمكتشفات وتفتتن بها بحيث أنها يعني تتعلق بها تعلقا شديدا ولا تكاد يعني يضيع وقتها ويضيع حياتها ويضيع جهودها كلها ابتليت بهذه المخترعات، فهذا يدل على يعني الإنسان يفتن وهو ما تنبه. فما بالك إذا جاء الدجال ومعه هذه الأشياء التي فعلا يفتن بها الناس. ومن هنا يعني حينما ترى أنك تدعو تستعيذ بالله من مسيح الدجال في كل صلاة، الحمد لله المسلم يصلي صلاة كثيرة أكثر من صلاة الخمس، يصلي يتنفل ويصلي من الليل ومن النهار، وكلها يدعو، مما يدل على عظم فتنته وأنك تستعيذ بفتنته في كل صلاة. وقد تستعيذ حتى في أذكارك من غير الصلاة، تستعيذ بالله من عذاب القبر وعذاب المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات إلى آخره. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم يعني ومن عذاب القبر إلى آخره، الأربعة التي مرت التي يعني هذه الأربعة: المحيا والممات والقبر وعذاب النار والدجال. ولهذا طبعا هذا دعاء مستحب، وينبغي أن يحافظ عليه المسلم في صلاته، لكنه لو لم يأتي به فإن الصلاة صحيحة، لو لم يأتي به فإن يعني تعمد تركه فإن صلاته صحيحة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.